السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير في احسن الاحوال يا ربي. فاليوم الفيديو جديد، فجبت لكم اخر موديلات جلابه المغربيه بالنسبه للطرز وبالنسبه للراندا وبالنسبه للتنبات بالحقيق. فنبداو الفيديو على بركه الله. فكما كتشوفوا معايا هنايا طرز في الكميمات فهو رائع، وهذا الجلب هذه حتى هي رائعه جدا اخر ما كاين، وهاد الجلابة هادي فهي غزالة غزالة كتحمق. فكما كتشوفوها معايا خدمة ديالها بخدمة اليد، وهنايا القفطان ديالها للأسفل تاهو رائع جدا. شوفوا معايا هنا الخدمة ديالها كيف دايرة، غزالة رائعة. بالنسبة للسيدات اللي كيسولوا على النمرة وعلى السيدة اللي كتخدمهم، انا حطيت لكم السمية ديال السيدة اللي كتخدمهم وحتى النمره ديالها. فالا عجبتكم جلابه ولا شي حاجه تقدروا تصلوا بها. فكما كتشوفوها معايا الخدمه فهي مخدومه بخدمه اليد، فهي رائعه جدا. وهذا شكل اخر بالنسبه للجلابه المغربيه كذلك. فكما كتشوفوها معايا فهي مخدومه هنا في الصدر في الكميمات وفي القفطان، القفطان ديالها في الاسفل تهو رائع جدا. شوفوا الخدمه هنا، كنقرب لكم الخدمة مزيان باش تعرفوا على الخدمة ديالها. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا مخدوم بالتنبات وبالقميص، هذه جلابة دوبياس وبالرندة. فكما كتشوفوها معايا رائعة، شي حاجة اللي طوب. شوفوا معايا جلابة رائعة جدا، شوفوا معايا. فكما قلت لكم فالنمر ديالها راه في الاسفل ديال الشاشة، رائع جلابة ما شاء الله، عزالة كتحمق. شوفوا معايا مزيان الخدمة كيفاش مخدومة، واحد الميلونج ديال الألوان اللي هو رائع جدا. فكنتمنى إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر إعجاب والاشتراك في القناة. وهذا موديل آخر، فكما كتشوفوا معايا هو كذلك رائع. شوفوا الخدمة ديالو كيفاش مخدوم، زوين وسفيفة كيفاش مخدوم مع نص طوق، ولكن رائعة جدا. شوفوا اللوينات هي جميلة ورائعة جدا. فهنا الفيديو كيقربكم أكثر للجلابة كيفاش مخدومة كيفاش ملوصة. أنا كنحاول نقرب لكم الفيديو أكثر باش تشوفوا الخدمة كيفاش مخدومة. وهذا موديل آخر بالنسبة للجلابة، باقي مازال مع التنبات ومع الطرز. انا نستوق ديال العقيدات فهو رائع كذلك. شوفوا واحد الميلونج ديال الالوان اللي هو رائع. فهنا لوحة فنية صراحة، واحد الخدمة اللي هي رائعة جدا جدا. هذه راه خدمة اليد ورائعة ما شاء الله، فهي كتحمق ما شاء الله. فهنا طلبا لبعض السيدات اللي بغاو اللي كيسولوا على النمره، فهالنمره هنايا على الشاشه. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب والاشتراك في القناه. فكما كتشوفوا معايا هذا موديل اخر ديال الجلابه، فكذلك حتى هو رائع جدا. شوفوا معايا القميص ديالها، شوفوا معايا الخدمه حتى هي رائعه، واحد الميلونج ديال الالوان صراحة رائعة رائعة. هي كذلك مخدومة باليد، شوفوا كما كتشوفوا معايا هنا الفيديو. كنحاول نقرب لكم الخدمة كيفاش مخدومة. وهذا الموديل هذا حتى هو رائع بالنسبة لهذا الموديل هذا، خدمة المعلم حاضرة فيه وكذلك التنبات، فهو كذلك رائع جدا. فهنا الصورة كتقربكم أكثر الجلبة كيفاش هي ملبوسة. هنا السيدات اللي كيعشقوا هذا اللون هذا فهو رائع. شو طريقة الخدمات هي كذلك رائعة وغزالة. وهذا موديل آخر بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون هذا فهو رائع جدا. شوفوا الطريقة كيفاش مخدوم، وشوفوا معي واحد الميلونج ديال الألوان اللي هو رائع بالنسبة للتنبات وكذلك الخدمة ديال اليد يعني الطريزات، فهي رائعة جدا.
وهذا موضوع الآخر. بالنسبة للسيدات اللي كيعجبهم هذا اللون كذلك، ولا اللي عندها هذا التوب هذا ولا هذا اللون هذا وكتقلب الألوان اللي غادي يجوا مع هذا التوب هذا، هانتوما كتشوفوا اللوينات اللي داخلين في التوب والطريقة ديال الخدمة اللي هي رائعة. والأهم في هذا الشيء أنه الخدمة 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 هي اللي تكون جميلة، هي اللي كتطلع الجلابة. وانتم موديل اخر بالنسبه للجلابه المغربيه، شوفوا معايا هنا واحد الطريقه اللي هي مختلفه ورائعه، واحد طريقه الخدمه اللي هي غزاله ما شاء الله. شوفوا اللوينات، شوفوا طريقه الخدمه اللي هي رائعه، شوفوا الفتيحات اللي عندنا في الجنب ديال الجلابه والخدمه ديالها كيفاش مخدومه. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الطرز، وهذا اللون هذا حتى هو غزال ما شاء الله. شوفوا معايا الطريقه ديال الخدمه، حتى هو كذلك رائع. شوفوا معايا هنا فوق الكتف كان فيه واحد الخدمه اللي هي خفيفه ولكن جايه عاطيه لواحد الشغم للجلابه رائع جدا. وهذا الميلونج ديال هاد الجلابات حتى هو كذلك رائع، لكن ما كتشوفوه معايا انا صراحه عجبني. ما عرفتش، خلوا لي كومونتير اشنو اللي عجبكم في هذا الفيديو، اشنو من جلابه عجبتكم، الالوان كذلك، ولا كان عندكم شي طلب او لا شي حاجه فمرحبا. وهذا بالنسبه للسيدات اللي كيبغوا الرندا. انا في اخر الفيديو حطيت لكم بزاف ديال الانواع ديال الرندات، يعني ديال الرندا حصيره هنايا، شوفوا كيفاش مخدومه اللوينات باش مخدومه. وهذا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود وكيبغوا يخدموه وتبان ديك الجلابه واعره. فالبنات راه ما بقاش الوقت، راه بدا البد العد العكسي، راه ما بقاش الوقت باش تحطي الجلابه وتخيطيها. وكنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو وتاخذوا افكار كيفاش تخيطوا جلابه وكيفاش تفصلوها وتطلع واحد الجلابه اللي هي فن نهار العيد. فكما كتشوفوا معايا هنايا الرنده كذلك حصيره ورائعه، شوفوا اللوينات، وهذه كذلك شوفوا اللوينات، هي بسيطه ولكن غزاله ما شاء الله كيفاش طلع الجلابه رائعه جدا. بالنسبة للبنات اللي بغاو يشرو جلابة وبغاو هاد الموديل هذا وبغيتو نحط لكم النمرة في الديسكريبسيون، انا نخلي لكم النمرة. خلو لي لي كومونتير ان الجلابة اللي عجبتكم وشنو اللي عجبكم في هاد الفيديو. وهذا موديل اخر بالنسبة للسيدات اللي بغاو الراندا كذلك، شوفوا معايا هنا اللوينات اللي داخلين في هذا الفيديو هذا في هذه الخدمه هذه. شوفوا هنايا الخدمه كتبان تخوادي فهي رائعه كذلك، وشوفوا معايا هذه الخدمه هذه كذلك رائعه. فهاد الجلابات كلهم حدا كتنسيك في الاخرى صراحه رائعين. شوفوا معايا الخدمه البنات، شوفوا معايا اللوينات كيفاش مخدومين، كيفاش صراحه رائعه جدا. انتما موديل اخر بالنسبه للراندا كذلك، شوفوا معايا هنا تخوادي في الراندا حصيره كي جات رائعه. شوفوا معايا الضريسات ديال الجلابه كذلك حتى هو رائع. فكنتمنى يعجبكم الفيديو، فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب وكذلك الاشتراك في القناه والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. Thank you.
you.